بيعا للكل، تقعدوا تشتغلوا بذكر الله، اشتغل بالذكر. ولازم يلي ما بيعرف يكتب، اذا بده يكتب بمجرد ما يمسك القلم بيكتب على السطر، مره بيطب لفوق، مره بينزل لتحت، مره بشحبر شحوره، لكن مع الملازمه بيتعلم. كمان انت مره وساوس، مره خطرات، مره تشويش، خليك ثابت ثبيت. لازم ما بتشوف الا قلبك، قعد اشتغل القلب، ومتى ما اشتغل القلب الله اكبر الله اكبر. اي لذه، لذه العود ولا كمنجه ابو حسن، ولا لذه الارد، ولا انو لذه هي لما القلب بدأ على نغمة الله 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 الله. خلي والأخذوا الحال، ما بدي ياخذك الحال، انت بدك تاخذ الحال، انت خذ حالك، ما حالك ياخذك. اخذوا الحال، الله صرخ، لا يا ابني خطأ، تكون رجال بيذكر القلب. الله الله، من كثر ما بيشعر بلذة الله الله شاف الكون عم بيذكر الله الله الله. لا عود، خليك عم تقول الله على باب الله، على بابك، على بابك أحبابك، على بابك أحبابك. الله الله الله، أنت تدق الباب وهو ما بيفتح، أنت بتناديه وما ما بيجاوبك، وهو الذي قال ادعوني أستجب لكم. الله يعرفنا على الله يا جماعة، الله يعرفكم على محبة الله، حتى تنسوا كل محبوب أمام المحبة الإلهية. فلما الصعوبات تشوفها كلها تزللت أمامك، تزللت أمامك. أحد أتباع سيدنا عيسى شاف سيدنا عيسى مشى على الماء، قال له يا روح الله خذ بإيدي، يا روح الله دخيلك. قال له يا قصير الإيمان لا تستطيع، ما بتحسن تمشي معي، إنه ما صار لك هالحال، مشي على الماء. أما النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال لو ازداد عيسى ابن مريم، لو ازداد من اليقين لطار في الهواء. النبي طار في الهواء، اخترق. هذا يا ابن، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. كل حديث ينتهي إلا حديث الحب يا ابن. حديثكم اليوم حديث الإذن، حديث الحب. حديث الإذن يلي ما حصل الإذن لحق إذن له بالذكر.